فيصل غامدي، أول حاجة حدثني عن الموقف اللي حصل معك مع جوميز في الملعب، إيش اللي حصل بالتحديد؟ أول ما سجل هدف جاء احتفل، أول شيء قاعد يطايف جمهور الهلال، يوم شافني جاء علي جاء هاجمني، وأنا انفجعت من جمهور الهلال صياح، شفت اللعيب داخلين علي وخفت، شفت جوميز أكثر واحد خفت منه. أنت كنت مستوعب إنه جاي بعد الهدف ولا أصلا كنت زعلان من الهدف ولا إيش؟ أنا زعلان من هدف وزعلان وخايف كل شيء. بعد المباراة يوم جاني أنا كثير يقولوا إني كنت خايف، أنا ما كنت خايف، ماني مصدق إنه جوميز بيعطيني التيشيرت وإنه بيسلم علي. بعد الموقف هذا أنا عارف إنه في حاجة صرت بتسويها، إيش هي الحاجة اللي تبغى تسويها؟ احتفالية جوميز إن شاء الله بسويها في نادي الهلال وأرفع ذا التيشيرت. تبغى ترد على الهلالية يعني؟ إيه إن شاء الله. إيش تقول لجوميز؟ أقول له إني أحبك وشكرا على التيشيرت الجميل. ناصر الغامدي والد فيصل اللي صار حديث العالم الآن، أقول العالم، الحكاية وصلت فرنسا. بداية خليني أتحدث معك عن الموقف اللي حصل لفيصل، حدثني عن الموقف اللي حصل، أنت كأب كيف شفت؟ والله حقيقة أول شيء أمسي عليكم وعلى الأخوة المشاهدين جميعا. ثاني شيء يعني حقيقة أنا كنت أشاهد المباراة، في أثناء سير المباراة والهدف وكذا ما لاحظت أي شيء يعني حقيقة، على شفت فرحة جوميز بس ما انتبهت للموقف نفسه يعني. بعد المباراة يعني جاني اتصالات، وعفوا يعني قبل نهاية بعد نهاية المباراة شفت اللاعب جوميز بيهدي ولدي التيشيرت. ايش تغير معك بعد ما طلعت من الملعب مع الناس مع اصحابك في البيت؟ تغير انه صار ينادوني بجوميز اهلي وحارتي وقربائي وهذا. حتغير حتشجع الهلال؟ لا لا مستحيل. ايش بتسوي بالتيشيرت هذا؟ هذا بحتفظ به. طيب لو واحد عرض انه يشتري عليك كم المبلغ الممكن؟ هم عرضوا، في واحد قال ابيع سيارتي وجوالي واستعطيني رفضت. قال لك يبيع سيارته وجواله وياخذ التيشيرت؟ ايه ورفضت. ليش رفضت؟ لانه هذا بيكون ذكر جميل ان شاء الله ليه. كلمة بتوجهها المساحة لك. المساحة هذه انا ودي اشكر كل من اتصل من الاهل والاقارب والاصدقاء و جميع من سأل عن ابني وتحمد له بالسلامة، وأيضا لا أنسى جميع الأستاذ يوسف المطيري وكيل مدرسة سعيد بن العاص متوسطة سعيد بن العاص، اتصل علي وبلغني أن جميع المدرسين يتحمدون بالسلامة على فيصل ويطمئنوا عليه، والحمد لله على كل حال. وجوميز أنا يعني أقول له أتمنى أنك يعني تخفف يعني من فرحتك دي شوية، أو على الأقل يعني تخليها في نص الملعب يعني مع زملائك اللاعبين. أحب أقول له جوميز شكرا على التيشيرت الجميل، وإن شاء الله أني أحتفظ به وأسجل على الهلال وأرفع إن شاء الله. يعني فينا نقول 60 مليون رسالة من وراء التقرير. أولا شكرا جوميز لأنه راح بوس الولد وهدا قميصه. اثنين شكرا لفيصل نفسه، أخلاق، هدوء، رواء، شكرا أنه بيحب نادي ولا يمكن أنه يتخلى عن تشجيع الاتحاد، وبنفس الوقت يرفض أنه يبيع هدية الجوميز. بنفس الوقت شكرا لعلي شراء. أما الوالد أبو فيصل ابنك ما حمدوا له بسلام، ما صار عليه شيء، ابن الحلال وركد عليه الولد ومشي بسلامته ما في شيء.